بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي المشاهدين الكرام داخل الوطن وخارجه، في هذه الأثناء وبالضبط الساعة 9:30 ليلا، مرور 22 يوما في المراجعة، قناتي أخيرا تفعلت. المشاهدين الكرام، تزامن مع الليلة الأولى من بداية شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، أود أن أشكركم جزيل الشكر على مدى وقوفكم جنبي الفترة التي فاتت، وأتمنى وأطلب من الله العلي القدير أن أرد هذا الجميل إن شاء الله. ومرة أخرى كل من تابع ويتابع قناتي المتواضعة، وكذلك أشكر كل من كان يعلق ويبدي برأيه المتواضع، وشكرا كذلك لكل من يكتفي بالمشاهدة. فمرحبا مرة أخرى بكم، وأشكركم جزيل الشكر كذلك على تفاعلاتكم وتشجيعاتكم ومسانداتكم وتعاليقكم اللطيفة التي تدفعني للاستمرار دوما. قدموا لكم بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان على كل ما قدمتموه طوال فترة إنشاء قناتي، فأنتم حقا نعم الأوفياء، وأنتم كذلك نعم المخلصون، فشكرا على دعمكم المستمع. هذه الليلة المباركة تتهاطل أمطار الخير والرحمة، وبهذه المناسبة أستغلها لكي أقول لكم مني الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشدى العطر على جهودكم الثمينة والقيمة من أجل الرفع بقناتي والوصول إلى النتيجة التي وصلت إليها في هذه الأثناء. أخواتي المشاهدين الكرام، إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا. شكرا جزيلا. إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا. جميعا تستحقون الشكر والثناء، فلولاكم لم تكن قناتي لتصل إلى أفضل ما وصلت إليه، ولولا جهودكم لما كان هذا الخبر المفرح وهذا النجاح. في الأخير أطلب من الله عز وجل باش يساعدنا كاملين وييسر الأمور ديالنا، وتفعل القناة لكل واحد بكل سهولة بلا ما يلقى شي مشاكل، فما عليكم إلا بالصبر، والصبر ومفتاح الفرج. إن بعد العسر يسرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.